معقول يا حسن البلد ما فيهاش محامين غير مصطفى بطاطا؟ توكله في قضيتين، واحده جنايات والتانيه اسمه؟ ما يغركش منظره، هو اللي مهيف نفسه، انما ده بيفهم في القانون ولا اجدع محامي. دورهم صحيح، وبعدين راجل طيب قوي قوي قوي. فوق كده في ميزه بقى مش موجوده كتير اليومين دول، رخيص طبعا، عنده ضمير. جميل، وايه بقى حكايه الحلاوه اللي كان عايزها منك؟ والله جاب لي اخبار، لو صدقت يبقى ايمن ابني هيرجع لي تاني يا باشمهندس. هايل يا ابو علي، كده تبقى حلاوه من كله. لا 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 مش من كله. ايه اخبار الاستاذ وفاء وبنته؟ هو كويس، لكن انوار نزلت مع ضحى وجوز اختها. يعني ما بترديش يا انوار؟ معلش يا منير، مش قادره ارد دلوقتي، اديني فرصه افكر لغايه قبل ما تسافر. ما ينفعش يا انوار، لازم اعرف بدري عشان في اجراءات كتير لازم تتعمل، سواء كنت هسافر معاكي انت وضحى او انا وضحى. بس انت مصمم تاخد ضحى معاك؟ ده مش حقي بس، ده واجبي كمان ناحيتها، خصوصا بعد ما استقرت اموري هناك وبقيت قادر اراعيها. واظن ظلم كبير من جنب ما تتحرم من ابوها بعد ما اتحرمت من امها. اكيد عندك حق، ضحى كمان متعلقه بيا قوي بجدها، مش قادره اتصور حياتنا من غيرها. وده بالذات اللي خلاني اتقدم لك يا انوار، ولو وافقتي مش هنسيب باباك لوحده، اكيد هناخده معانا، ممكن يحصلنا بعد شهر او اتنين. قلت ايه؟ يا بابا لعبة حلوة قوي، تعال انت وتانت انوار ناخد كمان دور. انا موافق، يلا يا انوار. ها او النبي يا بابا تعالي معايا. معلش يا حبيبتي، اركب انت وبابا وانا هتفرج عليك. يلا صرحي يا بنتي من اولها كده، ما تضيعيش وقته. انا عارف انك مش متحمله فكره انك تحلي محل الله يرحمها اختك مع الراجل اللي كانت بتحبه مع شراب، يبقى نختصر الطريق وما نضحكش على روحنا. وضوح يا بابا، ده انت روحك فيها، ومره قلت لي طول ما هي قدامك كان المرحومه لسه قدامك. مش أنا المهم دلوقتي يا أنوار، أنا عمري بقى ورايا، المهم اللي لسه عمرهم قدامهم. ضحى تسافر مع أبوها لأنها محتاجة له أكتر ما هي محتاجة لجدها، وأنت يا بنتي ترمي من على كتافك مسؤولية مالكيش أي ذنب فيها، وتدوري على سعادتك مع راجل بيحبك ويصونك ويعرف قيمتك ويكون محتاج لك قد ما انت محتاجه له. تقصد مين يا بابا؟ واحد مستنيك تفكي له عقده لسانه يا انوار. خط الحاجز يا بنتي اللي هو مش قادر يخطيه، ساعديه بس باول خطوه وشوفي ازاي هيجري عليكي. الحمد لله على السلامة. فضيت جنابك ولا معطل اشغالك عشان تشرفنا؟ بالراحة علي يا ما، ما انا قايل لزقزوق ان انا مش عايز ارنا كتير لغاية لما نتم الموضوع، وبعدين اديني جه. امر عايز اعرف وصلت لايه؟ ما استعجلنيش. لا بستعجلك يا روح اهلك. ايوه، وما عنديش صبر استنى. ابن العماني مد ايده عليا ولازم يتأدب في حموتها. ما لو حدود الضرب كانت تبقى سهلة، اتنين تلاتة شبيها يترصدوا له في اي ليلة، يديله الطريحة اللي ترقده في المستشفى بين الحياة والموت، انما انت حاج عاوز تزيحه، تروقه، تحدفه ورا الشمس. مش هو ده المطلوب ولا انا غلطان؟ ايوه ده المطلوب. تبقى عايز صبر وتكتك على الهادي وما بقاش في حد من برانا.
عشان كل ما اتلمت كل ما فضلت في ايدينا. والصبر والتكتكة دول محتاجين وقت قد ايه؟ مش كتير. وسيبني اعملها لك مفاجأة. في شغلانة تانية كمان. كله بتمنه. حساب مفتوح اللي تطلبه. ابقى راهن ان شاء الله. بس في تالت لازم يحضرنا وزمانه على وصولي. معلم عتوقة واصل يا حاج. اهلا وسهلا اهلا، خليه يتفضل. اتفضل. هو ده التالت؟ حلو. بقت ياغمة. خير يا رمضان. عايز مني ايه انت ونسيبك؟ طب سلم في الاول. استريح. انا مستريح كده. وبعدين انا مش فضيلك، انا سايب البازار مع العامل. وبصراحة ما كنتش ناوي اجي لولا الشبطة اللي انت بعتهولي ده. الواد ده بيعمل ايه هنا؟ لا ورا مانع. الشعباندر. اقعد ابو هاني وكل شيء هيبان. الو، نحن هنا. ما ترد يا ابو علي. بتقول حاجه يا استاذ عمر؟ ياه، ده انت الموج واخدك للغريق قوي. التليفون بيرن ما سمعتوش؟ طب ما ترد انت عليه. ما انا رديت. بس انت بقى المطلوب. مين؟ شريف؟ شريف مين؟ هو ليه هيوصل مكتبه عمنا؟ المزبزيل انوار. انوار؟ الو. اهلا انوار. باباكي كويس؟ طب الحمد لله. عمري انا تحت امرك. ها؟ لا لا طبعا. حاضر حاضر. فين؟ وكالة الغوري. ها؟ طيب ماشي. لا على طول. السلام. مع السلامة. مالك يا ابو علي؟ ها؟ سلامتك. مفيش اصلا. قالت لك ايه بقى المزبزيل انوار؟ صور. انا بصراحة ربنا مش عارف مالي اتدهولت كده ليه. اسمع عمر، انا هوصل مشوار ساعة زمن وهرجع على طول. حدوتة دي بقى ولا فيلم؟ بس حلو. الله، كرسي السلطان سليم. طب ما يكونش ليه كرسي السلطان ابو العيله. ليه يا ده انت؟ ايش فهمك في الحاجات دي؟ انا كنت زيك عطوقه مش مصدق الحكايه في الاول، بس الواد زقزوق هو اللي فكرني. ساعه وفائي ده لما جاب الكرسي على العربيه وكان ملفوف بالورق والخيش واحنا واقفين نتفرج ونتريق، ما انت كمان كنت حاضر. كنت حاضر لما كنت واقف قدام فرشتك واتخانقت مع العرباجي لما قلب لك البوفات. افتكرت. بس ده طلع ولا نزل كرسي فراشه؟ مين قالك؟ انت لمؤاخذه شفته من غير غطا؟ لا، بس برضه الحكايه مش داخله دماغي. طب احنا هنخسر ايه؟ احنا هنشوف ونعاين. نعاين؟ هي هتروح لوفاء تقول له لو سمحت وريني الكرسي؟ لا، احنا هنجيب الكرسي لحدنا. هنجيب الكرسي لحدنا؟ طب ازاي؟ بركه بقى في سامبو ومخلينا في طريقه يسلك بيها الكرسي. باكو لو طلع الكرسي او انت، وعشرين لو طلع الكلام بجد. ده غير الاتفاق بتاع العمليه الاولانيه. انا موافق. وانا مش فاهم، لما انت خضري مصدق الحدوته دي وسامبو هيجيب لك الكرسي،
عايزيني بقى في ايه؟ ما تعملوها انتوا الاثنين من غير شريك تاني. والله الكلام معقول. اسكت يا حمار. انا هبقى محتاج لك قوي قوي يا ابو هاني لو الكلام اللي اتقال على الكرسي ده طلع صح. انا حبيبي لغاوي تحف ولا اثارات ولا هحطه عندي في المعرض. انا ابيع واقبض الغله احطها في غزنتي. بس الكرسي ده محدش يقدر تمنه الا السياح، هما اللي يعرفوا قيمته ويتهطلوا عليه. ودي المؤاخذه بقى حتتك شغال فيها الله ينور. فهمتني ولا اوضح اكتر؟ فهمتك يا خدام، وما عنديش مانع لما سامبو يجيب لك الكرسي اندهن. ما عادش قدامي فرصه للتسويف والهروب يا حسن. منير مصمم يعرف قراري النهائي في خلال يومين. انت عايزه ايه في ضميرك يا انوار؟ عايزه افضل هنا ما سافرش، اقعد في مصر يا حسن. انوار ايوه، انت متعلقه بضحى قوي. ايوه يا حسن، وروحي فيها. بس انت بتقولي ان ابوها مصمم ياخدها معاه. من حقه. ما قلناش حاجة، بس مش جايز يكون هو بيقول الكلام ده علشان يضغط عليك. لا ما افتكرش، ضحى كمان فرحانة قوي عشان هتسافر مع بابا. بس اللي انا اعرفه ان ضحى كمان روحها فيك وفي جدها، ومستحيل تقدر تسيبها. هي كمان بتحلم ان احنا نسافر كلنا سوا. هتتكلم يا حسن؟ هتكلم؟ ايوه، انت كنت عندنا قبل منير ما يوصل دقايق، وكنت خلاص هتتكلم وبعدين جريت. ايوه يا انوار، لا بس مش عارف ايه اللي جرالي، اتلجمت ولساني ما طلعنيش. حسن قرابيسك يتلجم؟ اللي مفيش حد في الغرية بيسلك معاه الحارب الفهلاوي الخايب اللي يغرق في شبر ميه واللي يبقى عرق ومرق وساعة الجد، اللي لقى نفسه فجأة بيفكر في بنت بينه وبينها 15 سنة، أبو جوازة خايبة وولد معرفش يحافظ عليه. عارفة ده لما يفكر يقول لها ايه؟ تسافرش يا نور، تسافرش. هناك هتحس انك اتولدت من جديد يا عمي، وبتعيش حياة مختلفة نهائي. بليف مي، هترسم زي ما انت عاوز، وهتلاقي كل يوم جاليري يشتري منك لوحاتك بأرقام محترمة. That's true. وهتلاقي متاحف الفنون اللي تشبع هوايتك وتمتعك، وفوق ده كله حالتك الصحية. هتلاقي آخر علاج وصل ليه الطب في علاج الروماتيزم، وأنا واثق إنك بعد شهر واحد هترمي العصاية وتقوم تجري. كل اللي بتقوله ده جميل يا منير، ولو اني بسمع غيره من ناس كتير. الحياة في أمريكا مش بالسهولة ولا الصورة الجميلة اللي بترسمها دي. يمكن بالنسبة للي في الأول اللي ما استقروش لسه وما كونوش عمل ثابت. وافق بيا جدي عشان خاطري. جدك عاش حياته كلها هنا يا ضحى، يمكن لو العرض ده جه من 30 سنة كان الموقف. ده مين المبسوط قوي ده وجاينا؟ مساء الخير. ازيك يا ضحى؟ وحشتيني حبيبتي.
مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا منير. اهلا. مساء الخير يا انوار. يا مساء الهنا. ضيعت مفتاحك ولا ايه؟ ابدا يا بابا، نسيته هنا ما خدتهوش. منير، عايزاك دقيقه واحده على انفراد. ده قرارك النهائي يا انوار؟ ايوه. اقدر اعرف اسبابه؟ كفايه اهم سبب. انت لغايه دلوقتي في نظري ابي منير جوز اختي الله يرحمها، ومش قادره اتصورك في وضع تاني غير ده، وده حاجز مفيش اي حاجه ممكن تزحزحه. طبعا انت حره في قرارك ده، ومش هحاول اغيره او امارس عليكي اي ضغوط. وزي ما كلمتيني بصراحه، انا كمان هكلمك بصراحه قوي. يا ريت. انا مش هكدب عليكي واقولك ان انا حسيت ناحيتك باي مشاعر او عواطف غير اللي كانت موجوده بينا بصفتي جزء اختك. الدافع الوحيد اللي خلاني افكر في الموضوع ده هو ضحى. انا فاهمه ده كويس. معلش لسه ما كملتش. اتفضل. انا خلال السنة الأخيرة اتعرفت ببنت أمريكية من أصل مكسيكي اسمها جوانيتا. البنت دي ظريفة جدا وحبتني قوي، وفكرت فعلا أتجوزها. ما منعنيش غير تفكيري في ضحى. ضحى محتاجة الأم مصرية تحبها وتراعيها وتربيها تربية مصرية. وأبقى أناني لو فكرت إن أنا أجبرها تعيش مع أم أجنبية. قلت مصلحة بنتي فوق أي اعتبارات تانية، وده اللي خلاني أفكر فيك يا أنوار. إنما دلوقتي وبعد قرارك ده مضطر أتمم مشروع جوازي بجوانيتا، حتى لو ضحى ما كانتش سعيدة بالقرار ده أو مش موافق عليه. غريبة، في الأول قلت لي إنك مش هتمارس علي أي ضغوط، ودلوقتي بتستخدم اخطر وسيله ضغط. ضحى ومصلحه ضحى وسعاده ضحى. ايوه ده انا كنت بس يعني كنت بتشرح لي من غير ما اطلب منك اي شرح. على العموم انا عذراك وفاهمه موقفك، ومش هحاول الومك ولا عاتبك لو اتجوزت المكسيكيه ولا اليابانيه ولا الامريكيه. دي حاجه تخصك لوحدك. اما من جهه ضحى فانا متاكده ان حبك وعاطفك وحنانك ليها هيكفوها ويعوضوها. اتفرجت عليه يا حسن؟ حد في الدنيا يقول الكلام ده؟ تعش من البنايه وتفهمها انك عايزها. مسكت السكه تغير رايك وتقول اتورطت. ما تفهمني امال عماره، هو انا لما بقول اتورطت يعني انا مش عايزها ولا احساس ناحيتها اتغير؟ بالعكس. امال اتورطت يعني ايه؟ يعني بصراحه انا ما بفحهاش يا عماره. انا لخبطت حياتي من زمان، وحرام عليها لخبط حياتها هي كمان. من اصل اللي سميحه عملته في عقدني خلاني كاره الجواز. بحب انوار لكن كاره الجواز. وبصراحه ربنا انا لو اتجوزتها لا هريحها ولا هعرف اسعدها. لا ده حاجه يا ابو علي، تقصك السنين اللي فاتت خدت على الطفشان والزبغان. ده انا؟ ايوه انت يا نعماني. هربت من كل مسؤوليات حياتك، ابتديت بصنعتك. الذوق اتغير، ناس لهفة السير، ما عادوش يميزوا بين الاصيل والاونطة. شور المكن والاستنبطكة للجو، والحلو الاصيل ما عادش له زبون. وديت قاعدة على القهوة وست الورشة في النازل. هربت من مسؤولية الصنعة. جات مراتك بعدها لقيتك بتضيع، قالت حقي برقبتي. ما حبتش تغرق معاك، اتعلقت بقاش الدوكش. خد الواد ابنك وطارت، وانت عاد تهري في نفسك وتهرب كمان وكمان. كنت عارف رمضان الخضري، ما كنتش موافق على الجوازه، لكن سبتها تحصل وهربت من مسؤوليتك ناحيه اختك. وبعدين ايه؟ قطعتها واهو رامي ورا ظهرك. حتى لما ربنا بعت لك ابنك لحد عندك ركنته في البيت وسبته من ايدين الناس
وغرقت في خناقتك ومشاكل اهل الشارع لحد ما ضاع منك تاني. جاء دلوقتي عايز تهرب من اهم حاجه في حياتك ممكن تعدلها وتلحق اللي باقي منها. كل ده وكاتم في قلبك يا حبيبي. لا 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 يا حسن، تبقاش طريقه وضحك الله يخليك. امال اقول لك ايه يا اسطى، وانا اول مره اشوفك بتتكلم كتير زي البهوات اللي بيجيبوهم في البرامج بتاع التلفزيون. كلام فخم ومنقي يخض الغلابه اللي زيي. اجري اجري عماره، شوف لك مرايه وقول فيها الكلام ده لنفسك اللي انت بتقوله لي. اجري يا راجل اجري بلا هم. انت كده لما تتزنق تقلبها تريقه وهلس. تريقه ايه يا راجل يا مهروش انت؟ القضيه بتاعت عتوقه اللي هتتنظر بعد بكره دي تريقه ولا هلس؟ طب وايه دخل قضيه عتوقه في حكايتك انت وانوار؟ افهمك ابو مخ نور، دلوقتي القضيه دي لو انا اتلبيت فيها حكم ودخلت السجن يبقى ازاي الحال؟ وانوار اول ما تتجوز واحد رد سجون وتقضي شهر العسل بقى رايحه جايه على السجن بتجيب لي عيش وحلاوه. قالي لا ليلي يا ليلي يا ليل يا حلو يا غالي تعالى لي، اصل الفؤاد انكوى وانت على بالي، لو كان الهوى جه سوا ما كانش ضجر لي يا ليل. معلمي عايزك اكر، مش هنودي الكرسي للاستاذ؟ لا بس ده خلصان من زمان، اصل انا موصي على تلبيسه جوخ للبستدين، اول ما تيجي هوديه على طول. الحق يا معلمي، ده العريس جايب اهله وشايل علبه باستا وطالع للست عدوله. عريس مين يا ابني؟ هما يقروها الليلة ولا ايه؟ ولا الضالين آمين. مبروك لينا جميعا. الله يبارك فيك يا عم الحاج، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. زغرت يا صفية. يا سلام، وانا هزغرت لحد اغلى من فؤاد. يلا يا حبيبتي يلا. وانا معاك يلا. عايزينك يا ديح. قروا الفتحة خلاص. مش عايزة يا عفاف. بلاش. بتقولي ايه يا اختي؟ عايزين نخرج ليه؟ مش خلاص قروا الفتحة مع بعض. جري يا عفاف، هو انا بعتك تنادي لاختك تيجي هنا تنامي جنبها؟ انا ماليش دعوة، اهي عندك اهي اساليها. طيب يا حبيبتي روحي انت اقعدي مع الناس عقبال ما اجي. في ايه يا مديح؟ اعملي معروف يا ابله. بلاش. ايه انت بتقولي ايه يا بت؟ بلاش بلاش يعني ايه عن ستك؟ انا اتسرعت يا ابله. ايه اتسرعتي يا اخي؟ جاك سرعه لما تسرعك. والله لو ما قمت معايا دلوقتي لاكون اطمر قبتك على صدرك. هو لعب عيال يا بنت ولا لعب عيال؟ خلاص اديني قمت. مبروك يا عروسة ابني. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبتي، عقبال الكتاب والفرح. متشكره. الف مبروك يا ست العرايس، ربنا يتمم بخير. الله يبارك فيك يا حاج. الف مبروك يا مديحه. متشكره. مبروك يا عروس. روحي اقعدي هناك جنب عمك الحاج. ان شاء الله وبدون مقاطعه اول خميس في الشهر نلبس الدبل ونكتب الكتاب على طول كده. احنا جاهزين استعدوا له وخير البر عاجله. ايوه يا عم الحاج، بس الحكايه برضو عايزه استعدادات، ولسه كمان شبكه اختها في ريال. امال فين بسلامتها؟ خرجت مع البشمهندس حسني خطيبها. وماله يا حبيبتي، ما هو ابننا.
حسني زي حسن اخواتي، وان شاء الله كلنا كده هنبقى عيله واحده. اه يا حبيبتي، بس يعني بتسيبيهم كده يخرجوا مع بعض قبل حتى ما يلبسها الشبكه؟ ده العدس حسني متربي وسطينا يا حاجه. بابا معلوم مفواد لمي خلينا حلوين. جيب درة في الدكان يا معلمي. ها؟ هات الطرف. من بكره يا ابني شوف لك مكان تاني. ليه يا معلمي؟ وانا عملت حاجة؟ لا انت عملت ولا غيرك عمل. هي كانت كده. القسمة وال السامبو. يا ترى وراك ايه تاني يا سامبو؟ انا مالي؟ رسمت خريطة بدماغك محفورة زنبورات. لقيتهم اللي هيعملوه وحفظتهم. سم تجهزهم في قد ايه؟ بكره الصبح يكونوا في التمام. الصبح ده ايه يا شاطر؟ العملية دي لازم تتم الليلة. الليلة؟ سود على مخك الدلم. ده بنت عدو النهار، لازم يبقى بالليل يا حبيبي. الساعة دلوقتي كام؟ 9:30. على 12 كويس؟ يعني استنى ابو علي؟ يعني مقتنع يا انور؟ طبعا مقتنع يا بابا، انا ما بطلتش تفكير في الموضوع ده، وكل ما بفكر اكتر بحس ان انا صح. على خيرة الله يا بنتي، كده ابقى مطمن عليكي وعلى الكرسي. ساتر يا رب. افتحي بسرعه يا بنتي، لا منير وضحى يصحوا، اسامانهم يا دوب رايحين في النوم. شقه وفاء السيد البلتاجي. ايوه يا فندم، في ايه؟ معانا امر بالنيابه بالتفتيش وضبط المسكوت، شوفوا شغلكم. في ايه يا حصاب؟ انت وفائي؟ معانا امر بالقبض عليك بتهمه حيازه اثار مسروقه. هو ده الكرسي اللي جالنا البلاغ عنه. بلاغ ايه يا حظابط؟ الكرسي ده بتاعي ملكي. ده كرسي اسد ومملوك للدوله، ووجوده عندك معناه انك سرقه. من فضلك بابا مش حرام. بطل كتر كلام ودور الباباك على محامي. يلا بينا يا سيد وفاء على الاسم، نزل الكرسي في البوكس. فين؟ ما تخافيش، احنا مش هنسيبه. انا بعت نص عماره يصحي المحامي من البيت ويسبقنا بيه على الاسم. مش ممكن يا حسن، انا مش مصدقه اللي بيحصل ده. يا ابني ضحى ضحى علي هنا بدون اذن تفتيش وامر ضبط واحضار، وهي مخالفه قانونيه اجرائيه، فضلا عما فيها من اهدار لحقوق موكلي الدستوريه التي كفلها القانون. وفين موكلك ده يا استاذ؟ في الطريق، خدوه هو والكرسي. كرسي؟ هما مين دول اللي خدوه؟ ضابط وست عساكر وامين شرطه. من الواضح انهم من شرطه الاثار. مين قال لكم ان هما جايين عليا؟ ما هو ده الاسم اللي تمت العمليه في دائرته. لا سعاده البيه، حضره الضابط اللي كان في الحمله قال حصلونا على اسم الجماليه. موديني فين؟ ده مش طريق اي اسم. كفاية هنا يا شربان. اتفضل افرجنا عنك. ايه مش عايز تنزل؟ يلا يا حبيبي التوصيلة خلصت. انتوا مش احنا مش يا مش عدم المؤاخذة بقى، احنا مضطرين نسيبك هنا، بس الطريق ونس، شاور لأي عربية معدية، بس اوعى يفتكروك عفريت. هاهاهاهاي
مفيش أي حملة طلعت قصد العنوان ده. أكيد اتعرضتوا لعملية نصب. نصب إيه عدم المؤاخذة؟ طب والظابط؟ والأمين والعساكر؟ مزيفين. وبابا؟ يبقى خطفوا بابا يا حسن. شوف شغلك يا حضرة الظابط، إحنا بنبلغ عن جريمة خطف. على مهلك يا أستاذ. كتر خيرك يا ابني. أستاذ وفاي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أمال فين بقى إيه؟ قعدني الأول يا فرج. على مهلك. على مهلك. متشكر يا ابني. يا ريت تتفضل معايا نحاول نرد جميلك. جميل إيه يا والدي؟ ده واجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير. مع السلامة. يا سلام، لسه الدنيا فيها خير يا فرج، ولو ان الشر اكتر واقوى. ايه الحكايه يا استاذ؟ هم خدوك في ايه وسابوك في ايه؟ حكايه ما تضحكيش يا فرج، قلت لك قعدني الاول. محروس استريح يا استاذ. على مهلك. على مهلك. بالراحه. اديني بقى ميه يا محروس. حاضر. ومع واحد على النبي يا اخويا. من عينيا يا معلم. طمنا بالله. ايه الموضوع؟ كانوا عايزين منك ايه؟ وايه حددتوا الكرسي اللي خدوه؟ ازعل مني يا فرج لو قلت لك مش قادر اتكلم في الحكايه دي. لا براحتك يا اخويا بلاش. الخطف بقى من الجرايم اللي البوليس ما عندوش فيها هزار. وتاكدوا ان هم بابا اهو يا حسن. طب الحمد لله. الحمد لله على سلامته. طب يا استاذ بطاطا الراجل وصل الحمد لله. احنا متشكرين ليك قوي. عظيم. يجي معايا بقى الاسم عشان يدلي باقواله في المحضر ويحدد اوصاف اللي خطفوه. تعالى بس تعالى بس. اوصاف ايه وخطفوه ايه واسم ايه؟ ساعة كام دلوقتي؟ احنا فاضيين. اتكل انت على الله. روح عشان تنام وترتاح واحنا كمان ننام ونرتاح. انا اصلي استاهل ضرب الجزمه. خدوا الكرسي يا انوار. فاتك اي حاجه يا بابا؟ الا صحيح يا عمي، ايه حكايه الكرسي دي؟ ابدا يا ابني، هو كرسي زي اي كرسي، مش كده يا حسن؟ انا مش فاهم يعني عصابه تتنكر في زي البوليس عشان تسرق كرسي. ما تخش تنام يا منير. معاكي حق، على الاقل اشوف ضحى صحيح نامت ولا لسه بتعيط. الا حكايه الكرسي دي كمان. بس لو اعرف مين اللي وراهم ومين اصلا اللي عرفهم قيمه الكرسي. انا يا استاذ. مش لساني. هي دي انت مشوار بس غاد شقه الاستاذ. اترست قدامهم بحكايه الكرسي. هو صحيح مغطيه عشان محدش يشوفه. لا مش يشوفه هو يعني. لا عشان محدش يشوف الذهب والالماز والمجوهرات. لكن ورهولي. وايه اللي شفت ابو علي؟ ما تتكلم كلام معقول، بلاش كلام الصوت. كرسي فيه جواهر وذهب. بتقول ايه بس يا طلبه؟ ما تروق. ده اصله كلام مستطيل. كلهم كانوا وسطيين زي نزلوا ودردشوا وهترسوا هما كمان بحكاية الكرسي
لغايه ما وصلت للي لقفوها شعشعات في دماغهم. خططوا ونفذوا. وانا اللي صدقتك وصدقت صحيح انك تبت عن حياة الضياع ولقيت نفسك. السر اللي قعدت محافظ عليه السنين دي كلها اتفضح في قعدة مزاج. انا السبب يا استاذ، انا السبب، انا اللي ضيعته وانا المسؤول اني ارجعه. ودعات قدامكم انتوا الاثنين. لو سمحت يا حسن سيبنا دلوقتي. حافظ على سر بسبب المخدرات ما اقدرش اتامن عليكي. ما اقدرش. انا ما انفعش انوار ياما، وخايف ما انفعش اي حد تاني. انا ما بقتش قد المسؤوليه، حتى لو كانت كلمه اصونها واحميها من لساني. وادي سميحه راجعه بكره ورا جوزها اللي هيتقبض عليه، ويمكن تجيب لي ايمن لحد عندي تاني. مش هاخده ياما، هقولها تخليه معاها، هي تشيل مسؤوليته احسن مني. ايه اللي بتقوله ده يا حسن؟ ده حتى مش وقته يا ابني. انت من بكره داخل على الشغل اللي نفسك فيه واللي باني عليه امل يعوضك عن اللي ضيعته السنين اللي فاتت. حتى دي يا ماما ما بقتش متاكد منها. اوعى يا ولا، اوعى تقول لنفسك الكلام ده. الا الشغل يا حسن، ده الامانه اللي سابها لك ابوك. ما هي الامانه دي مسؤوليه برضه يا اما. ايه حكايه المسؤوليه دي اللي انت ماسكها لي الليله دي؟ كل ده عشان حكايه الكرسي بتاع وفائي؟ ما انت ما كنتش في وعيك. ما هي دي بقى يا اما، ما كنتش في وعي اكتر من 15 سنه وانا مش في وعي. بلطش يمين وشمال، مخدرات وخناقات ومهيصه وقعد على القهوه، وبرمي بلاويه على غيري، بتهم الزمن اللي اتغير والذوق اللي باظ والناس اللي ما بقوش ناس. عمري مرة واحدة ما قلت لنفسي انت اللي نايم على روحك يا حسن يا نعماني، انت اللي واقف مطرحك والزمن بيجري من حواليك، انت اللي غلط. لا يا حسن، لا يا حبيبي، انت مش غلط. اي بني ادم يجي عليه يوم يتوه عن سكته ويغفل عن مصلحته ويهتر ويقع، بس الفرق بقى بين اللي بيقع وما يقومش واللي بيتنطر واقف من تاني هو الاصل والمعدن. وانت اصيل يا ابن النعماني، معدن غالي. خايف يكون الوقت فاتني يا اما. هيفوتك لو فضلت تقول لنفسك الكلام ده وانت باصص وراك، مستحيل تنهني على الزمن اللي راح. وده مش من طبعك يا حسن، ما يليقش عليك. عشان كده انت من بكره تروح شغلك وترمي اي حاجه غيره ورا ظهرك وترجع حسن، حسن بتاع زمان.